ده شعره مش عربي يا مولانا، شكله ظابط. انت ظابط؟ لا. وانت بتعمل ايه؟ جناين. يعني ايه جناين؟ يعني بنزرع في الارض، يعني ماليش دعوه انا بالحاجات دي. خلاص احنا لازم بس نامن نفسنا. تزعلش مني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي مصطفى. تزعلش مني يا عم مصطفى. هتعمل فيا ايه يا شيخ؟ ما تخافش، ما بنقولش ما بنقولش حد ما نعرفوش. ما تخافش، احنا ما بنقولش حد ما نعرفوش. انت بتسمع الكلام؟ اه. اللي بيقول لك تعمله؟ اه نعمله. هنسجل فيديو كده صغير عشان لو خرجت من هنا بلغت البوليس. اقسم بالله الفيديو ده هينزل على اليوتيوب. انا بقول لك اهو. هنكلم يعني البوليس ده ولا نعمل ايه؟ اسكت. هو فين يا طارق؟ اسكت وخليك في بالك. زي ما يقول لك بالظبط. قول زي ما يقول لك. ما تسالش لغه ولا تسال اللي يقوله. قول يلا. قول كيزي واوا في السبومبا. كيزي واوا في السبومبا. كيزي كيزي واوا في السبومبا. كيزي واوا في السبومبا. قول بالعربي. كيزي واوا في السبومبا. قول بالعربي. كيزي واوا في السبومبا. ده عربي. ده عربي. ما انا هو هو اللي قاله لي. انا معرفش كده. قول انت بقى، ترجم الكلام ده باكستاني. ما ترجم انت الكلام. معرفش. قول ورايا انا ترجم. اقر انا. اقر انا. اسمك ايه؟ مصطفى صبر عيسى. ثواني يا مولانا. اقر مش اقر. اقر انا. اقر. اقر انا. هو ده. بالقاف. اقر انا. اقر انا مصطفى صبر عيسى. ان انا اللي قتلت جهاد. اللي جوه دي انت مش موتها بالمسدس ده دلوقتي؟ على الكرسي ده. اقعد على الكرسي ده. استنى انا اسيطر عليهم. انا اسيطر عليهم. والله يا شيخ. والله يا شيخ. مفيش حكومه تدخل عليا. اسمع. لا والله. اسمع. اقعد.